يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا جمعانة. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. سؤال حلقتنا النهاردة، احكي لنا موقف عن صاحبك الجدع. كل واحد بيبقى له واحد صاحب جدع أو هو حاسس إن هو الأجدع من وسط صحابه. كل واحد بيفتكر موقف معين، وأول ما بيشوف الموقف ده أو أول ما بيتحط في موقف ده أو موقف مشابه له بيفتكر على طول أقرب واحد له، أو بيتخيل إن صاحبه هو اللي لازم يكون معاه. هنتكلم كتير عن أصحاب الجدعان، بس خلينا نبتدي مع جوانا. جوانا كنا صاحبتي الجدع. يعني أنا يعني ربنا رزقني الحقيقة بأصحاب جدعان كتير من المدرسة بقى، من الجامعة، مواقف كتير يمكن أنا عديت بيها من مثلاً أصعبها. أعتقد ده من أصعب المواقف اللي ممكن أي حد يعدي بيها، هو فكرة أنت تفقد حد من أهلك وقت وفاة بابا الله يرحمه. كان عندي صحاب كتير جداً جداً الحقيقة كانوا واقفين في ظهري، حسيت وقتها أن أنا عندي عيلة كمان كبيرة. وبعد كده المواقف بقى تتوالى الحقيقة، عرفت أن في عندي صحاب يقدروا ان هم يهونوا عليا مواقف كتير. بالمناسبه مش شرط الجدعانه انه الشخص يبقى ليه بقى موقف بطولي ويعمل يعني معجزات خالص، هو فكره حتى ان حد يكون واقف معاك بيدعمك حتى معنويا، حد بيقويك، حد بيقولك ان انت تقدر تعمل اكتر، ان انت تقدر تشتغل اكتر، بيعرفك قيمه نفسك. لما احيانا كلنا بنشك في نفسنا يا منى، احيانا بيجي لنا وقت بنبقى حاسين ان احنا مش قادرين نعمل حاجه، او ان احنا مش قد الموقف ده، او ان احنا مش هنعرف نتصرف، بيبقى في شخص معين لا بيقول لك لا انت تقدر، لا شد حيلك، لا محتاج تشتغل اكتر، بيقول لك حتى عيوبك فين، العيوب الحقيقيه اللي موجوده. لا ظريف. لا بس والحقيقه يعني والله مش نفاق ولا من الحقيقه. اتفضلي اشكري فيا شويه. اتفضلي، مقبول جدا. اتفضلي. فوالله بنا من اجدع الشخصيات فرد اللي ممكن حد يتعامل معايا من غير ما تكونوا اصحاب. يعني هي الجدعانه فيها طبعاً. موجوده بقى. اتكلم عن نفسي كتير، انا حاسه محتاجه اسحب كلامي ده. طب انت ايه اخبارك مع الجدعانه؟ والله برضو الحمد لله زيك كده يا جمانة. انا حظي كويس في اصحابي الحمد لله، عندي اصدقاء كتير جدعان، بس انا من الناس اللي ما عنديش سقف التوقعات عالي، فمش بأحبط كتير بصراحه. انا اتعلمت يعني انا اتعلمت ان انا ما يبقاش سقف التوقعات بتاعي عالي، فالحمد لله لما يبقى السقف بتاعك مش عالي والناس بتعديه فانت تبقي مبسوطه ومستريحه وهنيه. انا بالنسبه لي من اكتر الناس اللي ممكن تبقى جدعه معايا لما حد ياخد ولادي من المدرسه ويطلعوا من المدرسه عليهم، دي بالنسبه لي تبقى صاحبه قلبي، مش صاحبتي عادي. او مثلا حد يقول لي انا مش عايز خارجين وانا مش قادره اخرج، بعدين يقوم حد جايب اكل وجايين قاعدين في البيت. ما بنخرجش، ما بنعملش حاجه، بناكل، ولادي يكونوا نايمين. بصي في حاجات كده يعني تدخلي من الاهتمامات بتختلف برضو. الاهتمامات بتختلف اكيد، بس هي فعلا الصداقه شيء مهم جدا. انا بالنسبه لي من اهم العلاقات اللي لازم تكون موجوده في حياتنا. في ناس بالنسبه لها الصداقه مش بتمثل لها شيء كبير، يعني فكره ان يكون موجود ناس حواليها عادي بنتكلم معارف يعني خلاص ده بيكفيها. لكن انا بالنسبه لي الصداقه دي تبقى العيله اللي احنا بنختارها. يعني احنا ربنا بيبقى مقدر لينا عيله معينه، اب وام واخوات بنبقى طالعين وسطهم، لكن الصحاب دول فعلا العيله اللي احنا بنختارها. ولازم لما نيجي نختار العيله دي لازم نبقى عارفين احنا بنختار ايه، لانه الصاحب اللي بيبقى معاه اسرارك، الصاحب اللي بيبقى عارف نقاط ضعفك، نقاط قوتك، هو اللي بيبقى عارف عنك كل حاجه، فما ينفعش انه يكون شخص غير موثوق فيه. ففي اي ثانيه حسيت ان الشخص اللي قدامك قلقان منه بالظبط، ما ينفعش تدي مبررات، ما ينفعش ابدا ان انت حتى تقول طب ما يمكن معلش ما في حاجه هنا انا حاسس ان في حاجه غلط، يمكن انا حكمت على الموقف غلط. كلنا بيجي لنا احساس كده يا منى، وغالبا الاحساس ده اللي بيطلع صح. ايوه غالبا ده حقيقي. بصي انا كمان يعني حظي كويس في حاجه لطيفه، ان انا اقرب اصحابي هو جوزي، انا اتجوزت اقرب اصحابي ليا، فانا عندي الكومبو مع بعض. دي حاجه حلوه ما شاء الله. فهو عنده مواقف كتير جدعه معايا، مش بفتكرها دايما وقت ما بنبقى في الامتحانات، ما ببقاش فاكراها خالص، مش وقت زعلانين مش ببقى فاكراها خالص.
فده بيعمل لي برضو ساعات بحس كده انه ثانيه واحده انا ايه اللي عملته في نفسي ده، انا ايه اللي خلاني ادخل الحاجتين مع بعض؟ طب انا دلوقتي لو انا متضايقه المفروض اشوف اروح لاقرب اصحابي اشتكي، طب ما انت اقرب اصحابي ايه اللي انت عملته فيا ده دلوقتي اشتكي مين واعمل ايه؟ وجهه نظر برضو. اه لا ساعات برضو الواحد بيبقى مش بيتصرف احسن تصرفات. طب مش فاكره اي موقف؟ لا في حاجات كتير قوي يعني بيغير كاوتش العربيه في مواقف كتير جدا لما لا بصي يعني لا طبعا كلها مواقف. اهم حاجه كاوتش العربيه طبعا دي. لا انت عارفه ان دي حاجه مهمه. احيانا يعني احيانا بس لو هو يعني لو ما غيرش كاوتش العربيه في ناس تانية ممكن تغير كاوتش العربيه يعني مش قصه. ما احنا قلنا بقى مواقف الجدعانه بالنسبه لاشخاص نسبيه. صح صح. طب انت سقف توقعاتك انت قلت لي مش عالي عامه. لا لا خالص. طب الجدعانه عندك تتمثل في ايه؟ يعني ان الشخص ما يبقاش مزعج، ان الشخص ما يبقاش مؤذي، ان الشخص يبقى طول ما انا سايباه في حاله هو يبقى سايبني في حالي. والله بتكلم بجد وخلاص مش عايزه اكتر. ده بالنسبه لي شخص انا تمام انا مرضيه والله. طب والله يعني منا ابسط حاجه والله. بسيطه خالص. أنا والله عايزه اعيش. طب بتشوفي ان الرجاله اجدع ولا الستات؟ مفيش حاجه اسمها كده اعتقد. اعتقد ان هي الشخص هو اللي بيحكم، ملهاش علاقه بهو راجل ولا ست. في ستات شديده الجدعنه، في رجاله شديده الجدعنه. هي طباع، هي انت شفتي اللي حواليكي جدعان فانت تعودتي على الجدعنه وتربيتي على الجدعنه انها حاجه كده باي ديفولت، ولا انت مفكره ان الجدعنه دي موقف وحاجه كويسه وحاجه مجهود انت عاملاه والمفروض تشكري عليه. الجدع بجد عارف ان ده موقف، دي شغلته انه يبقى جدع، دي هو اتصرف كويس عشان هو لازم يتصرف كويس عشان هو شغلته انه يبقى كويس. لكن الناس اللي هي بتعتبر الموضوع منه او بتعتبر الموضوع خدمه دي ما تبقاش جدعه، دي تبقى بتتصنع الجدعنه. صح. ودي مقلب كبير قوي لان طبعا. ناس كتير قوي تبقى متخيله ان هي هتبقى واخده منها بالها منها او دعماها، في الاخر هيطلعوا مقلب. فسقف الاكسبكتيشنز هيقوم واقع على دماغهم بقى. سقف التوقعات بيروح نازل. لا بس انا اتفق معاكي عامه، الجدعانه ملهاش علاقه براجل او ست. الجدعانه بتبقى صفه موجوده، هي موجوده في الشخص عامه كان راجل او ست. هي حاجه فعلا اتربينا عليها، هي حاجه ما اتربيناش عليها. وفي احيانا بتكون في صفات مكتسبه، الجدعانه مش مكتسبه، الجدعانه مش من الصفات المكتسبه. في فرق بين الجدعانه وتقدير المصالح، في فرق كبير بين الاثنين. في فرق ان انا عارفه ان انا عايزه اخدم اللي قدامي عشان اكون قريب منه، عشان في مصلحه معينه او في خدمه معينه انا محتاجاها منه. في فرق ان انا حتى لو حد بعيد عني وعارفة إن الشخص ده محتاجني، حتى لو مفيش بيني وبينه أي مصلحة مشتركة هكون واقفة جنبه وهكون أحاول أدعمه على قد ما أقدر. دي الجدعانة. أما فكرة إن أنا أشوف والله الشخص ده أنا ممكن يخدمني في إيه أو ممكن أحتاجه في إيه، فأنا هكون موجودة في الموقف وهظهر وهبقى معاه، دي مش جدعانة. مرة تانية الجدعانة مش مكتسبة، والجدعانة ما فيهاش أبداً أبداً. في وقت من الأوقات ممكن نقول هو جدع بس في الموقف ده ما كانش جدع. ممكن شخص، ممكن حد يبقى جدع فعلا، شخص يكون كويس جدا ويدعم صحابه جدا وكل حاجه، بس في وقت من الاوقات بيكون طاقته خلصت او هو عنده الشيء اللي هو ممكن يكون محبط بالنسبه له او الشيء اللي يضايقه فمش قادر يدي في الوقت ده. دي برضه حاجه تانية. برضه هيبقى بالظبط يعني حتى وهو طاقته خلصانه، حتى وهو مش قادر يدي بشكل او باخر هيقدم دعم اللي هو الطبيعي. لان هو الجدعانه دي انا بعتقد ان هي زي ما انت قلتي يا جمانه، هي مش صفه مكتسبه، هي صفه بتبقى موجوده جوه الشخص. فهو هيقدم الطبيعي اللي هو متعود عليه اللي هو بيتعامل بيه. مش لازم يبقى طول النهار الدعم يبقى عباره عن انا ماشيه ادعم، برافو جمانه، شاطره جمانه، حلوه جمانه، احسن واحد. لا مش على فكرة لازم ده احيانا بيكون اذى وضرر. ده حقيقي. ده احيانا بيكون اذى وضرر لانه مش بيخلينا نقف عند اخطائنا او مش بيخلينا نقف عند نقاط ضعفنا، فبيخلينا طول الوقت احنا فاكرين ان احنا عاملين احسن حاجه، لكن في حاجات المفروض نشتغل عليها اكتر. فمش شرط خالص انه صاحبك طول الوقت يفضل يقول لك انت احسن حاجه حقيقي. وانت ما عندكش ولا غلطه. لا كلنا فينا عيوب، كلنا عندنا حاجات محتاجين نشتغل عليها. فلازم يكون صاحبك اللي عارف يقول لك ده، اللي شايف الكويس فيك وشايف الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها. كلنا محتاجين الناس دي في حياتنا، واكيد يعني عندنا الاشخاص دي في حياتنا، قليلين بقى او كتار. ويعني قولوا لنا كده ايه المواقف اللي حصلت
معاكم. سؤالنا مرة تانية هو احكي لنا عن مواقفك مع صحابك الجدعان، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.